So thank you to having me here. My goal was always to pray here in this beautiful mosque with you guys. So thank you to having me here. Assalamualaikum. Ya, 22 miladiyah. Jemaah Jumat rahimakumullah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استو أقيموا صفوفكم اعتدلوا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
ويتوب إليهم جميع المعاصي والذنوب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد، وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu sekalian, mohon duduk ya Bapak Ibu, mohon duduk, jangan ke depan. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini kita sangat berbangga karena kita kedatangan tamu yang sangat terkenal. Ya, namanya mungkin Bapak Ibu sudah tahu, yaitu Mr. Mesut Ozil, yang lebih dikenal sebagai Ozil. Beliau pemain sepak bola Jerman yang bermain untuk klub, banyak klub sekarang ini ya. Dia pernah aktif memperkuat Jerman sampai mencapai juara dunia. Pernah mencapai pusat karirnya itu seperti main di Real Madrid. Real Madrid itu sampai tahun 2013. Bermain bersama Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan beberapa hal. Saya mohon supaya duduk ya semua. Beliau ini adalah kebanggaan kita. Sekalipun bulan suci Ramadan, dia tetap berpuasa. Dan kalau dia menggolkan satu prestasi ya, ini sujud sebagai tanda syukur akan kemenangannya. Dan tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu dimanapun juga. Ini adalah satu di antara sekian banyak orang yang sangat bangga, kebanggaan kita semua. Untuk itu, our jamaah here very very enjoy your coming here, and they need you a little bit give your information you're successful in the world. Thank you. Assalamu alaikum. Okay, assalamu alaikum. So thank you to having me here. My goal was always to pray here in this beautiful mosque with you guys, so thank you to having me here. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kepada semuanya atas perhatiannya. Yuk.